الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا أنا الآن في القدس على تلة جبل المكبر، أمامي قبة الصخرة والمسجد الأقصى وقبة الصخرة اللي كان جالس رافع يديه سيدنا عمر رضي الله عنه بالموقع حار. بقول بمسي على جلالة سيدنا واشكره جزيل الشكر جلالة الملك عبد الله بن الحسين وسمو الأمير حسين ولي العهد وسمو الأمير علي رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم والعيلة المالكة، وبشكر الديوان الملكي من الخدمات اللي وفروا لي إياها والترتيبات اللي عملوا لي إياها بفلسطين بالقدس بالمستشفى. طبعا قبل ما اشكر اللي نقول الشعب الاردني، بشكر اخواني الشعب الفلسطيني ونادي جبل المكبر واعضاء ورئيسه واعضاء مجلس الاداره والاخوان في كل جميع الانديه اللي متابعيني من يوم الخميس وعمالهم مش مقصرين معاي، بشكرهم جزيل الشكر. وبشكر الشعب الاردني الوفي، جميع الأندية الأردنية اللي متابعيتني من أول وتستدعيني، وبشكر إخواننا اللاعبين والمدربين والإعلاميين والحجات تعوتنا البركة اللي بيستدعيني اللي بقيت وأنا مارق ألاقيهن ما بعرفهن إنه يستدعي لي. والحمد لله إنه إن شاء الله بإذن الله كله قدرة الله، ربنا زي ما يحيي ويميت ويميت ويحيي، وان شاء الله بطلب من الله انه ربنا اختار للافضل انه اجي وربنا يسر اموري. جيت على القدس على فلسطين وربنا ان شاء الله يشافيني ان شاء الله ويشافي جميع خلقه ان شاء الله. شكرا لكم.